مرحبا، كيف الحال؟ بهذا الفيديو بدي أفرجيكم كيف تدوزنوا العود. قبل ما نبلش ضروري الريشة بإيدنا اليمين وإيد العود على جهة اليسار، هيك علم العود وهيك كل الكوتشز ومراكز الموسيقى بحكولكم نفس الإشي، إنه مسكته على اليسار. وحتى لو نحن يمناويين، يعني أنا يمناوية وبمسكه على اليسار. كمان علشان ما انسى بدي افرجيكم مسكة الريشة. شوفوا شو بعمل انا في الريشة. هاي الريشة تبع العود، باخد اصابعي بحطهم هيك بهالشكل هاد، ماشي؟ ما تشدوا كثير. شو بعمل انا في الابهام؟ بنيمه عند الطرف على الريشة بهالشكل هاد، وبعدين انا بلاصق الابهام في اللي جنبي، وباخد هاد الاصبع وبحطه بهالشكل عند الابهام على الطرف، على الطرف بالضبط، بهالشكل لازم يكون، ماشي الحال. ولازم الرسغ اللي يتحرك، مش ذراعنا، مش الفور ارم، الرسغ بس اللي يتحرك. للي مش عارفين نهايات الاوتار لاي مفاتيح، شايفين المفاتيح هنا، مفاتيح فوق ومفاتيح في الاسفل. اللي مش عارفين لاي مفاتيح لاي اوتار، مو مشكله، انتم بتتبعوا الوتر وين منتهي باي مفتاح وبيكون هذا هو. بالنسبه للتيونر، بتروح على البلاي ستور بتنزلوا عود تيونر، بتسوي داونلود اللي هو OUD.TUNER، وبعدين بتشغلوه علشان نبلش. بالنسبة لأول وتر اللي هو الوتر الخامس، عندنا هذا الوتر شايفينه، في منهم عندهم سادس عشان البيس، الخامس برضو بنقدر نستخدمه للبيس لأنه صوته غليظ، أوكي؟ ممكن ندوزنه الصول حسب الكوتشز، وممكن ندوزنه فا حسب الكوتشز، أوكي؟ بالنسبة إلي ولأخوي من فضله فا. فشو بدنا نعمل نحنا؟ إذا مش حافظين وين مكان الفا، نحنا بس نتبع وين الفا، هذا هو المفتاح تبع الفا. كان مي، هلا هو بيرفكت، فا بيرفكت، ماشي الحال. كانت مي يعني دو ري مي فا، يعني كانت نازله تون، كانت نازله درجه او نغمه، اوكي؟ فنحن شو بنعمل مفتاح الفا؟ ما بقدرش احركه لانه بيرفكت، اوكي؟ بس بنشده بهالشكل هاد، اوكي؟ يعني اذا هيك شكله بدنا هيك نعمل، اوكي؟ بس نتوف الصغيرة. وإذا طلعت للفا دييز يعني فا شارب، بدنا نجيبها لعنا بهالشكل، بهالشكل هاد، نتوف الصغيرة، اوكي؟ وبهيك بصير الفا ناتشورال، وبنصير إنه نحن نعدل فيها، بننزل كمان نتوف صغيرة من هالحكي هاد. أول وتر للا معطينا لا، لكن نحن بدنا نساويها بيرفكت، اوكي؟ شو بنعمل هلا؟ بس بنتبع وين اول وتر للا، هذا هو شايفينه؟ بس نحن بنعمل كيف بس نتوف صغيره، شايفين كيف بدي اساوي انا؟ بندخله لجوا وبس بنشده نتوف، اوكي؟ صارت دييز يعني شارب. هلا بدنا نحركها للعكس، يعني لهي الجهه، يعني لعندي، بدي اخفضها شوي لانها طلعت شارب، شايفين؟ عشان ما يكون فينا النشاز، بس هيك بايدنا بس اعدلها منيح وبرجع. اذا لا هسه طلعت معنا لا الاولانية او الثانية، اذا طلعت معنا للسول او السول دييز، اوكي؟ بدنا نخفضها، نخفض ونرد نخفض تنوصل للفا. نوصل للفا بنحاول نحنا نعملها جود او بيرفكت عشان نطلع صوتها تمام. المشكلة بس بالأوتار المعدنية في الشتاء إنها بتيبس المفاتيح، مفاتيح بتيبس، إنه صعب نحركها. وبالصيف بالعكس إنها بترخي المعدن لأنه أوتار معدنية، فبتنزل هاف تون أو هول تون، بتنزل بالصيف. بس بالشتاء بتنشد المفاتيح، ما بنعرفش كيف نعدلها، بس هاي المشكلة. بالنسبة للا الوتر الفوقاني، أوكي؟ طلع معنا وانا بعدل فيه، طلعت معنا زيادة مشدودة، نتوف زيادة، اوكي؟ اللي هي طلعت معي لا دييز، اوكي؟ مشان هيك المفتاح، هذا المفتاح شو بنعمل؟ بس بنحركه لليمين، اوكي؟ بنحركه لعندي لهي الجهة، بس نتوف صغيرة، بنضلنا نعدل فيه تيزبط على لا ناتشورال. نفس الشيء اللا الثانية، لما نزبط اللا الأولى تطلع good perfect،
اللات الثانية المفروض كمان تطلع نفس الاشي. لازم تطلع اللاتنتين زي بعض بالضبط، اوكي، ما يكون في نشاز. اللات الثانية نفس الاشي، انها دو ري مي فا صول لا، انها ما تكونش نازلة للصول، واذا كانت نازلة للصول بدنا نحركها للجهة يسار. اذا طلعت اللا دييز يعني شارب، بدنا نحركها لجهة اليمين، بس نتوف صغيرة، يعني أنا عم ببالغ بس عشان أفرجيكم لأي جهة. بالنسبة للري نفس الآلية، الري الوتر الأول والري وتر ثاني، ما يكونش دو، ما يكونش الري دييز، ما يكونش فوق الري كمان اللي هي دو ري مي، ما يكونش مي، أوكي. منعدل لجهة اليسار، لما احركها يعني لجهة اليسار بدها تشد، يعني بدها تطلع نص نغمة او نغمة كاملة. اذا بدي اخففها يعني لهاي الجهة بدها تنزل نغمة، فمشان هيك لازم نعدلها تطلع ناتشرال. نفس الشيء السول للوترين والدو الوترين، ما لازم واحد منهم يطلع نشاز عشان يطلع صوت حلو، ضلنا نعدل فيهم تيزبطوا. احكيكم هلا زبطت الري الوترين. الوتر الاول طلع معي الدو دييز والثاني كمان دو دييز للري، فمشان هيك نرفعهم لتوف صغيره بس. هذا الري الاول وهاي الري الثاني. الري الاول اول شيء اشتغلنا عليه وطلع بعدين جود بيرفكت، انه من الدو دييز رفعته لا يوصل للري، يعني نتوفه صغيره من شده لجهة اليسار. نفس الشيء طلعت الدو دييز بدل الري، منشدها لليسار نتوف صغيرة، نحاول انه نوصلها انه good perfect. هلأ السول الاولى والسول الثانية طلعت عندي فا دييز فا دييز. هلأ شو بنعمل؟ دو ري مي فا سول، الفا والفا دييز قبل السول، فنحن شو بنعمل؟ انها نازلة half tone يعني نص نغمة. شو نحن بنعمل؟ إذا مش حافظين وين أماكن السول بدنا نتبعهم، الوتر نفسه بيوصل بأي مفتاح، السول الأولى والسول الثانية. اشتغلت على السول الأولى وزبطت معي، بس إيش إذا مرخية هيك عملوا بس بإيدكم، دخلوها لجوا، أوكي؟ زبطت معي السول الأولى إنها كانت فا دييز، رفعتها يعني شدتها شوي لهي الجهة. نفس الشيء راح اعمل بالصول الثانية، بهمنا يكون نفس الصوت، مثلا هاي الري نفس الصوت، ري اولى ري ثانية. طيب الصول كمان نفس الشيء، صول اولى صول ثانية. قدموا اصلا الاوتار. anyway دور الدو وبرجع للا لانها ميبسة. كانوا وترين الدو مرخيات، شديتهم بالأول، بعدين طلعت وحدة دو دييز ودقرت معي. هاي هما الدو وتر الأول والدو الوتر الثاني، هاي لسة الدو دييز، يعني بدي أجيبها أنا ألف هيك لجهة اليمين. والدو الثانية زبطت كتير معي، في دو زبطت وطلعت بيرفكت، والدو الثانية صار أصابعي وجعوني فتركتها، رجعت للا وزبطتها بعد عناء. اللاتنتين زبطتهم بيرفكت، اسمعوهم نفس النغمة، اسمعوا الدو الناتشرال، هاي الناتشرال وهاي الدو دييز، لأنه الدييز هاي عصلجت معي ومش عم تتحرك بالمرة، المفتاح مش عم بيتحرك ووجع لي أصابعي. المفروض أنه أنا أخففه شوية لليمين، فبطلع الدو المفروض بيرفكت، هاي الدو طلعت معي بيرفكت وزبطت ناتشرال. وشكراً أنكم حضرتوني، وباي باي.